Ja, mein Name ist Wolfgang Eichler. اسمي فولفغانغ ايشلر. اعيش في جمعيه اندرياس جمايند واعمل كمتطوع هنا في الجمعيه. تاسست هذه الجمعيه في عام 1963، ومنذ ذلك الحين اعمل كمتطوع فيها. في البدايه اقتصر عملي على دعم الفعاليات التي تعني بالاطفال واليافعين. من ثم كنت عضوا فاعلا في مجلس الابرشيه، ولاول مره كان تركيزي الاساسي هو المساعده في تنظيم واقامه الفعاليه البيت في الشارع، وهذا هو حاليا واحد من مسؤوليات رئيسية في الكنيسة. في حال سؤالي ماذا يعني التطوع بالنسبة لي، فلن أتردد بالإجابة كالتالي. هناك هذه الجملة التي قالها في أحد الأيام جون إف كينيدي: لا تسأل عما يمكن أن يفعله بلدك لك، ولكن اسأل نفسك ما يمكنك القيام به لبلدك. وهذا هو بالتأكيد أساس عملي الفخري. أنا أعيش في ألمانيا وأحب بلدي وأشعر بالراحة هنا، ومن المهم جدا بالنسبة لي أن يشعر الناس الآخرون هنا بذات الشعور بغض النظر عما إذا كانوا ألمان أم لا. لذلك أنا ملتزم بتوظيف نفسي بشكل فعال من أجل أن نعمل سويا يدا بيد. هذا ما يجعلني أتطوع. أريد أن يكون لي دور في هذه الحياة التي لا تتركز على العمل المشترك. العمل التطوعي يعني لي التالي: يا له من شرف عظيم أن أعمل في هذا المجال بالإمكانيات المتاحة لدي. فالإمكانيات تختلف دائما من شخص إلى آخر، لكنني أحاول جاهدا توظيف نفسي وإمكانياتي التي أملكها في هذا السبيل، وأحب أن أفعل ذلك ولا أتوقع أي شيء في المقابل، وهذا أمر محوري بالنسبة لي. هذا ببساطة نشاط مجاني يقدمه المتطوع ويتبرع به بوقته، كما عبر عنه شخص آخر. وإذا كنت لا تسأل عن سبب نشاطي هنا في كنيستنا وجمعيتنا، فذلك لأنني ترعرعت في هذه الكنيسة التي أنتمي إليها منذ البداية عندما تأسست عام 1963. كنت مدفوعا دائما وأبدا بإيماني المسيحي. لقد نشأت هنا في هذه الجمعية المسيحية. أود أن أوضح ذلك بمثال. يسأل يسوع في الكتاب المقدس عن أعلى وصية، وهو يجيب: أحب إلهك كنفسك وأحب قريبك كنفسك، لذلك أحب الله وجارك ونفسك. بالنسبة لي الله هو الخالق، وفي الوقت نفسه فهو يشبه الأب ويحبني. إنه يريدني أن أعبر عن ذلك الحب أيضا وأن أمرره إلى الناس من حولي. وهذا الهدف المتمثل بتمرير الحب والرعاية إلى الآخرين دفعني للقول: حسناً، تلك التجارب الجيدة والمؤثرة التي تصادفك في حياتك عليك وبدون شك تمريرها إلى الآخرين. بناء على هذا كله ترسخت لدي قيم الأعمال التطوعية. بالإضافة إلى ما أفعله في المجتمع، فأنا أيضاً أتطوع للعمل في الخارج، ذلك لأنني أريد بناء جسور مع المنزل في الشارع في مدينتنا نيو مونستر، وكذلك مع أولئك الذين ليس لديهم أي صلة مع الكنيسة. ولأن بناء الجسور هو أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة لي، أشارك أيضا في فعاليات مختلفة، على سبيل المثال في المبادرة الطبية أو في مقهى اللاجئين أو في بيت الأجيال المتعددة هنا في تونغندوف. بدأ كل شيء في الكنيسة، لكنه يدور أيضا حول الكنيسة وفي مجتمعنا. طالما أنا بصحة جيدة فلدي دائما الوقت والرغبة في القيام بذلك، وأنا أستمتع بما أفعله كثيراً.